جولة ثقافية وفنية لليوم منبلشها مع أجواء عيد الفصح، واليوم العرض الثاني لمسرحية طريق الجلجلة بقصر المؤتمرات بدبي. هالمسرحية عن آلام موت السيد المسيح وقيامته، وعمل بيحمل توقيع عبده منذر، بيشارك فيه تمثيلا ميشيل أزي، جورج وديع الصافي، شادي رقميز، الأمير الصغير إلي شويري، والفنانة باسكال صقر. العرض اليوم فاذا على الساعة 2:30 المساء. منتابع وكمان بقصر المؤتمرات بدبي اللي بيستقبل أمسية تراتيل البيزنطية من زمن الصوم حتى الفصح المجيد مع الموسيقي والمرتل العالمي تيودوروس فاسيليكوس، وهو يعتبر سفير الموسيقى البيزنطية بالعالم. موعد واحد الأحد 3 نيسان على الساعة 7 بقصر المؤتمرات بدبي. من الفنان مارسيل خليفي ودعما لكورال الفيحاء طرابلس، من بعد اعلانه عن توقف نشاطه، بيدعي مركز الصفدي الثقافي بطرابلس الى حضور حفل توقيع البوم اندلس الحب للفنان مارسيل خليفي. الموعد بكره الثلاثاء على الساعه 6 بعد الظهر، وبيعود ريع الالبوم لدعم كورال الفيحاء. امشي وما في وضميت قلبي وصايت وشال جروحاته، كسر صوته وجناحاته، قلت له خايف مني، قال لي من القفص هربان، قلت له ريشاتك وين، قال لي فرفضها السماء، عصفور طل من الشباك، وقال لي يا نور يا كورال الفيحاء اللي هو بصدد تحضير ألبوم جديد مع الفنانة أميمة الخليل. بيستقبل مسرح بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية أمسية موسيقى الحجرة، بتجمع ناتاليا كابوستينا على البيانو برفقة ماجدالينا سوكولا ورومان ستوروجينكو. الموعد بكرة الثلاثاء على الساعة 8 المساء، والدعوة عامة. جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية بصيدا بالتعاون مع مبادرة العمل المسرحي بالأيوبي وفرقة تحويل المسرحية إلى مسرحية الديكتاتور رائعة الراحل عصام محفوظ بذكرى مرور 10 سنوات على غيابه، وذلك على خشبة مسرح ثانوية رفيق الحريري بصيدا ب1 و2 نيسان على الساعة 8:30 المساء. سبق لفرقة تحويل أن قدمت هالعمل باللغة الإنجليزية بإطار فعاليات مهرجان بتوين ذا سيز بنيويورك الخريف الماضي، واليوم رح بتقدم فرقة تحويل أو رح بتقوم بتقديم هالعرض بمدينة صيدا، ومن بعده بتنتقل إلى بيروت ومجموعة من المناطق اللبنانية. منتابع والدورة 16 لمهرجان ارتجال بتنطلق ب 30 الشهر وبتستمر لغاية 2 نيسان بدعم من معهد جوتي بلبنان وبمشاركة فنانين لبنانيين وأوروبيين كتار، من لبنان توني علية، تو أور ذا دراجونز وغيرهم. أما من إيطاليا فرح بيكون موجود البيركوشنست دانييلي دو سانتيس يلي منشوفه.
8 نيسان أصبح موعد سنوي لنوي دي ميوزي. بهالنهار كل المتاحف في لبنان بتفتح أبوابها بليلة مميزة من 5 بعد الظهر لغاية الساعة 11 المساء. مجموعة كبيرة من المتاحف بتشارك مثل المتحف الوطني، متحف ميم، متحف فيلا عودة، متحف نقولة سرسوق، مصرف لبنان، متحف الصابون بصيدا، بيبي عبد بجبال. ويعني هي بتكون فرصة لكل اللبنانيين يعملوا هيك جولة بالمناطق اللبنانية ويكتشفوا أكثر هالمتاحف الموجودة عنا. وجولة هيك بترضي كل الأذواق. رح منتابع وبيدعى الكونسيرفاتوار الوطني بالتعاون مع المعهد الإيطالي والجامعة الأنطونية إلى احتفال أوركسترا الفيلارمونية اللبنانية بعيد الفصح المجيد بعنوان ميسا دي ريكويم بمشاركة السوبرانو كاترينا دي تونو، الميزو سوبرانو روزا بوفي والتنور بشارة مفرج، وبيشاركهم شادي طرباي وماركو فينكو بالإضافة إلى كورال الجامعة الأنطونية. بنسمع للسوبرانو كاترينا دي تونو. الأمسية الموسيقية رح بتكون بقيادة الأب توفيق معتوق، والموعد الجمعة 1 نيسان على الساعة 8:30 المساء بكنيسة مار يوسف للأباء اليسوعيين بيمونو. ومن نختم مع خبر أخير وبتقدم الـ LAU قسم الفنون والإعلام. ما نكفي. إنتاج مسرحي رئيسي بعنوان نوم الغزلان، إعداد وإخراج لينا أبيض، وهي عبارة عن 5 لوحات بتتبع آثار دموع السوريين بالمنفى. بتبدأ أحداثها المسرحية بألمانيا وبتنتهي بسوريا. العروض من 4 ل 10 نيسان يوميا على الساعة 8:30 المساء بالأروين هول، وبرفق هالعمل صوت الشاعر فرج بيرق دار والكاتب ياسين الحش صالح. برنامج زكي نصيف للموسيقى بيقدم أمسية بعنوان ذاكرة وطن، وبيشاركهم كورال مدرسة موطانا الدولية وأوركسترا الأمن الداخلي بقيادة المقدم زياد مراد. الموعد ب 7 نيسان على الساعة 8:30 المساء بالأسامبلي هول بالأيوبي. بيقدم ليبان جاز الحفل الأول للفنان بشار مار خليفة بلبنان، وذلك ب 10 نيسان بالميوزيك هول على الساعة 9 المساء بالتعاون مع الانستيتيو فرانسي دو بيروت. بشار يلي جال معظم الدول الأوروبية بحفلاته رح بيحط رحاله ببيروت. تدعي مؤسسة الفكر اللبناني بالانديو بالاشتراك مع برنامج أنيس المقدسي للأداب بالأيوبي وكرسي مبارك 16 للدراسات الدينية والثقافية والفلسفية بالانديو إلى مؤتمر دولي حول شارل مالك الفيلسوف، وذلك نهار 34 الشهر بالانديو من 9 الصبح للست المساء، و 31 الشهر بالأيوبي من 8:30 صباحا لغاية الساعة 4 بعد الظهر. ورح بيتم إطلاق مشروع نشر تراث شارل مالك من خلال صدور الكتاب الأول لمالك بالإنجليزي بتحرير من نجله الدكتور حبيب شارل مالك والاستاذ توني نصر الله. On any permanent basis with the outside world. It is still a question as to how we should be related to Europe
America or to the communist world. Still unrelated in any permanent manner. عنوان أخير بعرف بعد بكير نعلن عنه، بس الدي جي العالمي أفيتشي رح يوصل إلى لبنان ويقدم حفلة وحدة ب 23 تموز بالبيال بالهول 1 على الساعة 10 المساء. جولتنا هيك وصلت لختامها، رح ننتقل هلا لعند جوال لناخذ فكرة أكثر عن وضع الطرقات حاليا. مباشرة لغرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، اليوم معنا على الخط المعاون خضر بزة. صباح الخير. سعد صباحك. يعطيك ألف عافية. شكرا لك وصباح مجيد لجميع اللبنانيين. ميرسي، ينعاد عليك. وعليكم إن شاء الله بالخير والعافية. اليوم مثل ما بنعرف بداية الأسبوع نهار تنين، بس المشهد يمكن مش نفسه على الطرقات بما إنه المدارس بعدها معيدة. شو فيك توصف لنا اليوم المشهد؟ اليوم مثل كصباح نهار أحد نعتبره. مبدئيا ما في عندنا أي مشاكل على الطرقات، أي ضغط سير نهائيا. يعني سر الطرقات بعدها حركة سير طبيعية على مداخل بيروت الثلاثة، إن كان من الجنوب أو من الشمال أو من البعض. ولكن هلأ نحن بنستغل الفرصة بالنسبة للأمطار اللي عم تتساقط هلأ من صباح اليوم لحديت هلأ، نتمنى من السائقين أنه عدم استغلال هالمساحات الواسعة على الطرقات للسرعة، لأنه هلأ عم يسجل عنا صباحا عدة انزلاقات. يعني هلأ على جسر أنطلياس في عنا شاحنة انزلقت على جنب الطريق، يعني انحرف مسارها صارت بالاتجاه المعاكس. وهلأ كمان عنا على كورنيش النهر بعد جسر الفيات باتجاه الدخولية كمان في عنا انزلاق لافان، مبدئيا بعده هلأ الأضرار المادية. فبنتمنى الوعي بهذا الموضوع. نعم أكيد. إذا بالنسبة لحوادث السير بال 24 ساعة، حوادث السير ال 24 ساعة عندي خمس حوادث نتج عنهم خمس جرحى، وبالنسبة نتيجة الرادار عنا 630 ضبط مخالفة سرعة بال 24 ساعة الماضية. نعم، أي إجراءات على الطرقات رح يتم اتخاذها؟ هلا حاليا يمكن احتمال إنه يكون بعد الظهر صار في عندنا ضغط سير محتمل باتجاه بيروت. مظبوط. فنحن بنتمنى الكل عم يسمعونا إنه يتواصلوا معنا على 17/20 أو المتابعة معنا على الـ RTMC لبنان ليشوفوا حركة السير مبدئيا على الطرقات كيف رح تكون بعد الظهر. وبنتمنى التريث يعني بالانطلاق على بيروت قبل الاستفسار عن حالة الطرقات. نعم، على كل حال نحن بكره بنرجع بناخذ تفاصيل عن حركه السير باتصال جديد معكم. يعطيك الف عافيه. فاصل جديد بحلقتنا وبنرجع، خليكم معنا.